أتناول منها هذه المعلومة. في الكتابة يجب أن نكون مختصدين في الكلمات، في اقتصاد في اللغة. الآن إذا أنا بتكلم عن صحافة الإنترنت، يعني صار هذا الإنترنت محتاج وقت، وكثير من الناس بتدفع فلوس، وفي مناطق كثيرة جدا الإنترنت ضعيفة، يعني بتكلم عن السودان، الإنترنت ضعيف في السودان، وبالتالي أنا يجب أكون مختصر، يجب أكون أقتصد في كلماتي. إذا الموضوع يستحق أن أستوفيه في 300 كلمة، فليس بالضرورة أن أكتبه في 500 كلمة. أنا كصحفي مطلوب أنه أكون مباشر في كلامي، في حديثي مع الناس في من خلال هذه الكتابة، أبتعد عن اللغة المنمقة، أنه أكون موضوعي، وأبتعد عن ما يعرف بالجارجون. يعني أنا أتكلم عن صحافة الإنترنت ما أو بتكلم أنا عن الكمبيوتر، فيجب أن لا أكون مغرغا في الحديث عن التفاصيل المتعلقة بالجوانب الفنية، اللغة لا تكون مفهومة بالنسبة للناس التانين، وأكون موضوعي وأركز وأكون مباشر حتى أقدم للناس الفهم. في الكتابة يمكن كل الصحفيين معروفين يعرفوا ما يعرف بنموذج الهرم المقلوب. هذا النموذج في كتابة الموضوع الأخبار والموضوعات الصحفية يعتمد أنه والله هذا أنا بكتب على هيئة نموذج هرم مقلوب، أهم معلوماتي دائما تكون الأهم فالأهم فالأهم حتى أصل إلى قاع الهرم المقلوب. هذا ما يتعلق بالكتابة، هذا الكتابة بشكل عام. لكن لما أجي أكتب مقدمة موضوعي لازم تكون بسيطة مباشرة وجاذبة للانتباه، أو زي ما بعرف بالattention grabbing، ده أجذب القارئ بهذا. يجب إن هي تحتوي على أهم عناصر القصة الخبرية اللي عندي. المقدمة يجب أن تحث القارئ على إكمال بقية القصة الخبرية. في الكتابة لصحافة هذه الشروط أو هذه المحددات موجودة تحديدا في هذا تقريبا هذا لكل الكتابة للصحف، ولكن على وجه أدق وعلى وجه أكثر تحديدا. هذا هو المطلوب في الكتابة لصحافة الإنترنت. المقدمة لأسباب تتعلق بما يعرف بالpublishing systems أو الcontent management systems أو ما تعرف بإدارة نظم إدارة المحتوى. طبعا هذه نظم الناس اللي بيشتغلوا في صحافة الإنترنت بيعرفوا. إذا أنا كنت في الصحيفة عندي ماكيت وعندي طباعة، بالنسبة للأونلاين أنا عندي حاجة ما يعرف بنظام النشر، أنا بنشر بنظام معين. فهذه المسائل كلها الاختصارات هذه مطلوبة للنظام، لأن النظام بيتعامل يعني لازم يكون في عدد معين في العنوان، عدد معين في كلمات العنوان، عدد معين في كلمات المقدمة. فهذا قد لا يكون مطلوب في الصحف يعني بشكل مطلق، ولكن بالنسبة للإنترنت لازم أنه أنا أكون محدد وكذا. طيب أنا كتبت الموضوع، كتبت مقدمته، لازم عنوان. العنوان هو بيمثل 50% من مهارة الصحفي أو مهارة المحرر، بتصهر في العنوان. يعني زي ما نحن في السودان نقول الجواب يكفيك عنوانه، فالعنوان هنا ربما فعلا يقدم فكرة جيدة عن الموضوع، وبالتالي هو اللي يستطيع أن يجذب القارئ أو الزائر إلى هذا الموقع أو إلى هذه الصحيفة. العنوان يجب أن نكتب دائما بفعل مضارع، نتجنب فيه الكوتيشن ماركس أو ما يعرف بعلامات الترقيم. التخصيص، ودي العناوين الجديدة بالنسبة للأونلاين، التخصيص بمعنى إنه والله أقول هذه المعلومة لك، أو كيف تحافظ على خصوصيتك في وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تكتب مثلا خبر إذا أنا بتكلم عن الصحفيين. أتجنب استخدام المصطلحات الجبال ذكرناها، قلنا الجارجون، وأتجنب الحشو. هذا تقريبا هذه فكرة بسيطة جدا عن الصحافة كصحافة، إذا كانت ممارسة على الأونلاين أو إذا كانت ممارسة على الصحف الثانية. طيب ده تقريبا ده الجزء الأول المتعلق بالصحافة إجمالا.
لكن الآن في هذا الجزء الثاني نحن ممكن نتكلم. طيب إيه رأيك شنو نقول ناخد أسئلة سي لأنه برضو عامل بس مباشر من هنا. نعم. دي على صفحة البحثين السوداني في الفيسبوك. طيب وده هنا من على اليوتيوب وخدتنا عنوان أساسا لو في زود دارسها وبنقدر نعرض من هنا ده البرزنتيشن وكده. طيب فرأيك شنو ممكن ناخد أسئلة ولا نخليها كلها في النهاية؟ نحن ممكن ناخد أسئلة زي ما نقول. طيب أخوانا ده الأخ عزوة كباشي اللي هو نائب مدير التحرير للجزيرة نت والإعلاميين المقتدرين جدا ما شاء الله، وهو تكرم للباحثين السودانيين بصفة عضو يعني نشيط فيها بأنه يقدم الدورة دي بتاع صحافة الإنترنت. فلو في أي أسئلة من الناس المتابعين هسه حاليا ممكن الناس تطرحها في الكومنتس هنا ده وحنرجع لها ويحاول يجاوبها. كسبا للزمن لأنه إحنا أصلا تأخرنا شوية والكلام ده طبعا بتحمل زوريته أنا ده، فآسف على ذلك ضعته في الدوحة. فنعم فلو في أي أسئلة الناس أخدتها، لو ما في أسئلة إحنا هنكون واصل في الجزء الثاني. هو قدم شيء أوفر فيو يعني هنا لفة كاملة كده حول الصحافة الإلكترونية والصحافة بصورة عامة، فأسئلة نمشي على الجزء الثاني. لو ما في أسئلة هنقوم نتحرك على الجزء الثاني اللي هو عن صحافة الإنترنت بشكل أكثر تحديدا بصورة أكثر تخصيص وتحديد. شكرا لكم لكل المتابعين. طيب نحن هنقوم نواصل في الجزء الثاني لأنه ما شاف ليه سئلة، وأي زول عنده سؤال يا أخواننا رجاء يخطه في الكومنتس في التعليقات على أساس أنه نواصل. طيب أنا زي ما ذكرت في الجزء الأول الحديث كان تقريبا معظمه عن الصحافة كصحافة، وعلى اعتبار أنه أصلا صحافة الإنترنت في النهاية هي صحافة، ولكن لأنه هذا الآن هو تقريبا الترند إذا جاز التعبير الكلام أنه كل الناس الآن بتشتغل على الأونلاين تقريبا، حتى الصحف، وحتى في بلد زي السودان برغم انه في كثير من الصحف ما بتضع ما عندها مواقع او لا تفعل المواقع الا بعد الظهر، لكن العالم كله الان بيعتمد على الانترنت وكل الناس بتتابع هذا، فبالتالي تخصيص واجب وبتفرضوا بيفرضوا الواقع اللي احنا عايشينه الحالي. طيب صحافة الإنترنت هي زي ما قلنا شكل جديد من أشكال الصحافة، وهنا عادة نحن نتكلم عن وسيلة، يعني نحن زي ما ذكرنا أنه في النهاية الصحافة صحافة، لكن هنا الإنترنت ليه الناس صار فيما يعرف بصحافة الإنترنت، ليش تحولت إلى الإنترنت كوسيلة؟ اولا الانترنت، وهذا الكلام طبعا معظمه جاي في دراسات وفي دراسات حديثه وفي كلام قديم وفي كلام احدث من هذا طبعا، لكن نحن نتكلم عنه باعتباره مؤشرات تؤكد او على الاقل تعين في فهم هذا الكلام. الانترنت هي اسرع وسيله اتصال نموا في العالم. اذا كان الراديو او الاذاعه احتاجت إلى مرور 38 عام حتى تحصل على 50 مليون مستخدم لاستقبال البرامج، والتلفزيون وصل إلى هذا الرقم اللي هو 50 مليون مشاهد في 13 عام، فالإنترنت لم تحتاج إلا إلى 5 أعوام حتى تصل إلى هذا العدد. يعني شوف هذا الفارق الكبير، 38 عام حتى الإذاعة وصلت إلى 50 مليون مستخدم أو مستمع، والتلفزيون 13 عام، الانترنت في خلال 5 أعوام وصلت إلى 50 مليون متابع. طبعا الآن أنتم بتعرفوا المتابعين الانترنت أو الناس اللي بيستخدموا الانترنت الآن يمكن بالمليارات، في خلال 10 أعوام وصلوا عدد المرتبطين بالانترنت 500 مليون مستخدم. طيب في عام 2010 الانترنت كانت الوسيلة الثالثة اللي لجأ لها الناس عشان يحصلوا على الأخبار. شوف هذا التحول، كانت التلفزيون والصحف في البداية كانت هي الأساس، لكن الانترنت أصبحت الوسيلة الثالثة في 2010، بالتأكيد هي الآن الوسيلة الأولى.
في 2010 أيضا تفوقت الإنترنت على التلفزيون فأصبحت المصدر الأول للأخبار بالنسبة للأمريكيين. طبعا هذا له أسبابه ولو عوامله. المجتمع الأمريكي أكثر مجتمع تقريبا متصل وكذا، الإنترنت ربما تكون أرخص، الناس حاصلين على عندهم أجهزة كمبيوتر، هذه كلها عندها أسباب. طيب الحصول على الأخبار من الإنترنت مكن الزوار إنه يشاركوا في صناعة الأخبار. كيف؟ لأنه الآن أصبحت ما تعرف بالإعلام التشاركي أو الصحافة التشاركية، أصبحت أنت تقرأ الخبر وتستطيع أن تعلق على هذا الخبر. إذا افترضنا والله أنا موجود في الدمازين في نيل الأزرق وقرأت إنه في موقع معين إنه هذا الخبر عن الدمازين ويتكلم كذا وكذا، ولكن الصحفي لأنه موجود في الخرطوم والله لأنه موجود في لندن أخطأ في معلومة معينة في هذا المكان، أنا أستطيع أن عن طريق الإنترنت أستطيع أن أكتب له والله لا المعلومة هذه الدمازين هذه يا سيدي لا تقع قبل الكرموك، لا هي لا تقع بعد الكرموك، هي تقع قبل الكرموك مثلا، أو والله هي ما بين سينجا والكرموك مثلا، وصحيح له هذه المعلومة. وأنا هنا أصبحت أشارك، الزوار أصبحوا الآن شاركوا في صناعة الأخبار بتقديم المعلومة الصحيحة. طبعا نحن كصحفيين لا نأخذ أي معلومة يقدمها الزائر خلاص باعتباره هي شيء مسلم به، لا نحن نرجع أيضا نتوثق من هذه المعلومة. وفي مرات كثيرة جدا هؤلاء الناس يصبحوا يكونوا فعلا هم بقدموا معلومة صحيحة لأنه هو موجود في الموقع، لأنه هو جزء من هذا الحدث وهو مشارك فيه. وهذا طبعا ظهر ما يسموه ليتر بالسيتيزن جورناليزم أو صحافة المواطن، أصبح المواطن نفسه صحفي موجود في هذا المكان ينقل. ولكن أيضا نحن كصحفيين أو ممارسين كمؤسسات صحفية نتعامل أيضا بحذر عن من صحافة المواطن. لكن الشاهد إن الإنترنت مكنت الناس، حصل له النوع من الإمباورمنت في هذا الجانب تحديدا، وأصبحوا هم مشاركين أكثر من أنهم متلقين. طيب إذا تكلمنا عن ليش صحافة الإنترنت، طيب الإنترنت موجهة لمن؟ أنا كصحفي أو كجهة أو كمؤسسة في النهاية عندي أودينس، عندي جمهور أقدم له هذا المنتج. ظهرت مع صحافة الإنترنت ظهرت دراسات بسموها دراسات الجمهور، وهذه طبعا موجودة الدراسات السابقة، يعني التلفزيون كان في نوع من الدراسات كان بيتم بيدرسوا مين هم جمهور التلفزيون، مين هم جمهور الصحف، مين هم جمهور الإذاعة. ففي الإنترنت كذلك ظهرت ما تعرف بدراسات جمهور الإنترنت. هذه دراسات تدرس الخصائص العامة لهذا الجمهور والمتعلقة بعمره بأعداد هذا الجمهور بتوزيعه الجغرافي بدخله، يعني الخصائص المتعلقة بالديموغرافيا تحديدا. في دراسات الاستخدام، وهذه ظهرت تسموها اليوزابيليتي ستاديز، يعني كيف الجمهور هذا يستخدم مواقع الإنترنت. نحن كجهات بتعمل في مجال صحافة الإنترنت هذا الجمهور ندرس سلوكه، يعني لما يقعد في قدام الكمبيوتر كيف بيفتح الكمبيوتر، عينه وين بتمشي، بيجلس كم، ما يعرف بالإنجاجمنت، بيتفاعل كيف مع هذه الموضوعات، وكيف هو بيستفيد من خلال تصفحه، كم بيبقى عندي، وبيعمل لايك ولا ما بيعمل لايك، بيعمل مشاركة ولا ما بيعمل مشاركة. هذه كلها دراسات وأصبحت الآن سهلة جدا ومتاحة، وأي مؤسسة بيكون عندها ما يعرف بالأناليتكس أو التحليل الأرقام هذه الموجودة أنا بحللها واستطيع من خلالها أتوجه لجمهور معين. والله أنا مثلا كموقع وجدت أنه والله أنا لا يدخل عندي إلا الناس العجائز مثلا أو كبار السن، فأنا مطالب هنا أقدم مادة للشباب. أنا والله النساء لا يدخلن عندي، أنا مطالب أيضا من خلال هذه الدراسات أقدم مادة للنساء. طيب الخصائص هذا الجمهور مثلا في كثير من الدراسات اللي أجريت بالتحديد في الغرب، هذا طبعا قبل سنوات، إنه الجزء الأكبر منهم لا تجاوز 30 من العمر، معظمهم الشباب. طبعا هذه دراسات قديمة لأنه الآن في دراسات حتى كبار السن أصبحوا
يتابعوا الانترنت. طيب من بعض بعض النتائج اللي طلعت بها هذه الدراسات انه جمهور الانترنت جمهور شكاك وملول. ليه شكاك؟ لانه هو متوفر عنده مصادر تانية فيستطيع ان يشكك في هذه المعلومة، يمكن يتحول الى موقع اخر، وهذه نحن كاصحاب مواقع او كصحفيين انترنت بنديها الف حساب، انت كيف تستبقي هذا الجمهور عندك اطول وقت ممكن. طيب ملول، يتنقل بسرعة ما بين المواقع. طيب هذا الجمهور ايضا في دراسة شهيرة جدا لواحد اسمه جاكب نيلسون، جاكب نيلسون هذا من اشهر اصحاب دراسات الانترنت او اليوزابيلتي ستاديز، وجد في الدراسة قال والله انه معظم جمهور الانترنت لا يقرأ الموضوع بالكامل كويس، و 80% من هذا الجمهور يشوف البيانات الأعلى، يعني إذا هذه الصفحة فتحت الكمبيوتر أو صفحة تلفونه لا يعمل سكرولينج، يكتفي فقط بالأجزاء الأعلى ويشوف هذه البيانات اللي أعلى الصفحة. طيب أيضا هذه الدراسات أثبتت أنه أو أوضحت أنه الجمهور الإنترنت يستخدم الإنترنت في عدد من المجالات اللي ممكن نشوفها. المجال الأول عشان يحصل على أخبار كويس، المجال الثاني موضوع السوشيال نتورك أو ما يعرف بالتواصل الاجتماعي، ده تقريبا ما قالته هذه الدراسات. وأيضا قالوا إنه والله القراءة من على الشاشات ليست بالأمر السهل ومحبب في بالذات في النصوص الطويلة، وبالتالي نحن أنا قبل ذكرت إنه لما نجي نكتب لازم نكون مختصرين كويس. في دراسة المشهورة جدا اللي هي جاكب نيلسون أنا ذكرت هذه الدراسة عن الـ Study of Online Reading Behavior، دراسة تدرس السلوك الناس على الأونلاين كيف يقرأوا. فهذه الدراسة أثبتت إنه الجمهور لا يقرأ وإنما يعمل سكانينج، وبالتالي أنا لما أجي أبدأ أكتب لابد إنه أكون مقتصد في اللغة، لابد أن أجد مبرر لكل كلمة ترد في قصة الإخبارية، لابد أن أبني الجمل في الكتابة لصحافة الإنترنت، وإنه هذه الجملة لازم تكون كل جملة تحمل فكرة معينة، عناوين لازم أعتبر إنه هذا العنوان أهم ما يمكن أن يكتبه الصحفي. طيب ده تقريبا ما يتعلق بالكتابة، أيضا مشينا فيه سريع لكن ممكن لو في أسئلة نجيب عليها. طيب هذا الإنترنت أو أنا قبل تحدثت عن أنظمة النشر، هذا بالنسبة للصحفيين اللي بيشتغلوا على الإنترنت، يعني هذه مسألة مهمة جدا لازم يتعرفوا على موضوع نظام النشر أو يسموه Content Management System. إحنا أنظمة النشر هذه بتختصر بالCMS. طيب إيش هي الأنظمة؟ هذه الأنظمة اللي تستخدم في النشر على الإنترنت هي عبارة عن برنامج كمبيوتر عادي، يعني زي الوورد الآن أنت ومشيت بتعرف إنه هذه الأيقونة عشان تستطيع إنك تكبر الفونت، هذه عشان تنقل إلى الوسط، هذه عشان تنقل إلى اليمين، هي عبارة عن برنامج كمبيوتر يتيح تحرير ونشر وتعديل المحتوى. يعني أنا في هذا النظام، يعني طيب لو دار أضرب مثل زي النظام اللي موجود على الفيسبوك، أنت بتضع البوست، ممكن تضع الصورة، ممكن تغير اللون، ممكن ترفع، ممكن تنزل، ممكن تعدل المحتوى، يعني تعمل إيديت الكلام اللي أنت كتبته. ده هذا تقريبا فكرة بسيطة أو مصغرة لنظام النشر. نظام النشر أيضا في المؤسسات الكبيرة يستخدم as a workflow، يعني أنت ممكن من خلال تدير الworkflow. مثلا نحن عندنا في موقع الجزيرة نظام النشر عندنا عبارة عن workflow، أنا بكتب المادة كصحفي أولي، هذه المادة من عن طريق نظام النشر تمشي لجهة ثانية، تمشي للتدقيق، تمشي وضع الفيديو كذا، يعني هو استطيع أن أعمل منه الورك فلو. أول برنامج من هذا النوع ظهر
في نهاية التسعينات. طيب واحد حيسأل طيب قبلها النشر كان بيتم كيف؟ كان بيتم على هيئة صورة، ما كان في نظام نشر معين، اللي هو كان الناس اعتمدوا على الصورة. طبعا معظم الناس اللي في مجال الكمبيوتر بيعرف هذا الجي بي جي بي جي بيج. أيوة. طيب أنظمة النشر بتسهل وتبسط الكثير جدا من العمليات المعقدة. يعني مثلا أنا عايز المدقق أو اللي هو اللانجوج مونيتر يدخل عشان يغير لي والله بدل هذا فاعل وهذا مفعول وهذا منصوب، هو غير يكتب الصحيح، عايز أغير في المحتوى. فهي تسهل وتبسط الكثير من العمليات المعقدة اللي بتتم في الوظيفة الأساسية لأنظمة النشر اللي هي عرض المحتوى. يعني أنت هذا الكلام اللي بتشوفه، المقال اللي بتقراه على الموقع، هو هذا مش شكله النهائي، لا هو كان في شكل تاني، يعني مر على عدة مراحل إلى أن وصل إلى هذه الصورة. أنظمة النشر تختلف عن من بعضها البعض، في بعض بسيط جدا وفي بعض معقد. يعني مثلا المدونات الفردية ده نظام بسيط، لكن المواقع الكبرى تكلم عن جزيرة نت أو البي بي سي أو سكاي نيوز أو أي موقع كبير ضخم تاني، هذا نظام النشر بيكون نظام كبير جدا. نظام النشر هي بتسمح بأنها تتقبل الأوديو، تتقبل الفيديو، كما هي تتقبل التكست، تتقبل النشر. هو أيضا يتيح زي ما قلنا الوصول للبيانات أو المعلومات بناء على أدوار مستخدمين. يعني أي مبرمج بيعرف إن والله أنا هذا المستخدم أعطيه كذا، هذا المستخدم صلاحية لهنا، هذا المستخدم صلاحية لهنا، فده كله متاح من خلال أنظمة النشر. نظام النشر هو في النهاية أيضا هو عبارة عن قاعدة بيانات ممكن أنا أخزن فيه وأعمل أرشفة للمعلومات، أخزن فيه الصور. يعني مثلا نظام النشر عندنا في موقع الجزيرة هو فيه كل هذا، تستطيع أن ترجع لصورة منذ أن بدأ الموقع، تستطيع أن ترجع لفيديو أو برنامج، كله موجود في نظام النشر. ندخل تقريبا هذه فكرة بسيطة ومبسطة عن أنظمة النشر. هذا تقريبا الأبرز تقريبا بشكل مختصر جدا بالنسبة للوقت وبالنسبة لكذا عن ما يعرف بصحافة الإنترنت. صحافة الإنترنت هي غيرت وظيفة، يعني الإنترنت أيضا قبل تكلمنا عن وظائف، غيرت وظيفة الصحافة. الآن مع وجود وسائل التواصل أصبحت في تحديات كبيرة جدا تواجه العاملين في مجال صحافة الإنترنت. الآن مثلا والله ما عادت الوظيفة حتى بالنسبة لصحافة الإنترنت إنه أنا أنشر أخبار، لأنه الأخبار معظمها بيجي على عبر السوشيال ميديا، أخبار العادية بتجي عبر السوشيال ميديا. ففي تحدي كبير جدا في تحدي الوظيفة إنه أنا كصحافة إنترنت يجب أن أغير وظيفتي. يعني المسألة الآن مش أصبحت إنه to break the news، لأنه النيوز already حتكون طلعت أو الأخبار العالية جات في وسائل، جات في التطبيقات، جات على التلفون، جات على التلفزيون. أنا وظيفتي الآن أعمق هذا الفكرة والخبر هذا، أعمق هذا الموضوع وأقدم ما يمكن أن يعرف بالتفسير وأقدم ما يعرف بالسياق. يعني إذا أخذنا مثلا أنا بتكلم الآن عن أثيوبيا مثلا، التطورات السياسية الموجودة الآن في أثيوبيا، اختيار أبي أحمد رئيس لوزراء أثيوبيا، هذا كخبر بالتأكيد أنا حتسبقني فيه الناس، حتسبقني فيه الواتساب، حتسبقني فيه الآبات الثانية المختلفة اللي بتنقل أخبار العاجلة. لكن أنا كموقع إيش المطلوب مني؟ أنا مطلوب أعمق هذه الفكرة. وفي إطار صحافة الإنترنت ظهر كان ما يعرف بالسلو جورناليزم أو يسموها الصحافة المتأنية. الصحافة المتأنية هي إذا كان صحافة الخبر العاجل بتجري وتجيب هذا الخبر العاجل، أنا كصحافة إنترنت إذا أخذنا مثلا نموذج تحول في أثيوبيا كنموذج، أنا الآن مفروض أقدم للقاري أول حاجة من هو أبي أحمد هذا، كويس، فكرة عامة أقدم عنه بروفايل. طيب ليش التحول هذا حصل؟ هذه الأسئلة كلها اللي عايز الزائر لموقع عايز يعرفها.
يعني هو شاف الخبر العاجل في الاب لكن حيلجأ لي انا كموقع عايز معلومات اضافيه، فانا اتأنى في تقديم هذا. هنا التأنى مش يجي بعد يومين او بعد ثلاث يوم لا، لكن انا ما اسرع ورا السبق ورا كذا، لا انا علي ان اقدم العمق الاندبث، اقدم فكره. اذا بتكلم عن نموذج اثيوبيا اقدم بروفايل مميز جدا عن ابي احمد، طيب اقدم تقرير مميز عن ماذا يعني هذا التحول. وبهنا انا في هذا التقرير لازم استحضر اثيوبيا، عدد السكان، استحضر طريقه الحكم، انه هذا ائتلاف حاكم وهي اقاليم معينه اثيوبيا. والله طيب ليش هذا الموضوع حدث الان؟ هذا سؤال قد يكون في ذهن اي قارئ. والله هذا حدث الان لانه مؤخرا الاورومو كقوميه حست بما سمته ظلم وقادت مظاهرات كانت سلميه، اصطدمت فيها الحكومه، سجنوا بعض الناس، لكن هذه المظاهرات اشتدت واصبحت تمثل يعني هم كبير جدا للنظام. ولكن في النهايه هذا الائتلاف قال لا لازم نحل هذه المشكله، هذا كان جزء من حل. هذه كلها اسئله القارئ غير المتابع اللصيق بالشان غير الموجود في الجغرافيا نفسها يحتاج هذا التعميق، وهذه من اساسيات او التحديات اللي تواجه صحافه الانترنت، تحديات الوسيله. ايضا وسائل التواصل هذه من التحديات الكبيره. الان الناس ما في واحد بيفتح الكمبيوتر ويكتب www.aljazeera.net عشان يتابع موقع الجزيره، لا كله عايز يتابع على الهاتف، كله حتى على الايباد صار اقل. يعني احنا في الاناليتكس بنشوف الناس، معظم الناس في المقام الاول يجوك عبر التلفون، فانت اذا مطالب الان واحده من التحديات انك اسلوب الكتابه لازم يراعي انه والله هذه الشاشه الصغيره، اسلوب التصميم تصميم الموقع نفسه لازم يراعي هذه الشاشه الصغيره، ولازم انا اصمم على هذا الاساس. اداء تحدي مهم جدا وموضوع وسائل التواصل. طيب انا ايضا الناس بتجي على الفيسبوك، طيب الناس في التلفون مش حتمشي على الموقع، حتمشي على صفحتك في الفيسبوك، فبالتالي انت شيل شغلك كله هذا وانقله على، لازم يكون عندك اي مؤسسة اعلامية لازم يكون عندها صفحات على السوشيال ميديا، صفحة على الفيسبوك وصفحة على اليوتيوب وصفحة على تويتر حتى تنقل هذا الكلام لان الناس تتابعنا عبر هذا. طيب هذا تحدي مهم جدا، تحدي وسائل التواصل، وسائل كبلاتفورمز انا كاستخدمها كمنصة انطلق منها. هذا ايضا واحد من التحديات المفروض على صحافه الانترنت. ايضا وسائل التواصل كمصادر للاخبار هذا تحدي كبير، انا كيف اتعامل معها؟ طيب هذا الان سياده الفيك نيوز، انا كفي صحافه انترنت كيف اقدر افرز انه هذا فيك وهذا ريال نيوز؟ ايضا هذه واحده من التحديات والاسئله اللي مطروحه على صحفي الانترنت واللي لازم يضعوا لها حساب، هذا ايضا تحدي. التحدي الثاني تحدي الفيديو، يعني الآن الناس تقريبا صار معظمها ما لا يكتفي بالتكست بل عايز فيديو، وفي نوع عايز شورت فيديو، أنا ما عايز أقرأ الموضوع عايز أشوفه على فيديو. أيضا إحنا كصحفيين إنترنت لازم نتعلم كيفية إنتاج الأونلاين فيديو، يعني مش أي فيديو ينفع، هذا الفيديو الشورت الصغير اللي بيجيب القصة ومعها تكست ومعها معها صور معها، ممكن يكون فيديوغراف يشمل هذا كله، يكون فيه معلومات بيانات كإنفوغراف، وأيضا يكون فيه موشن بيكتشر صورة متحركة. هذا إنتاج الفيديوغراف وإنتاج الأونلاين فيديو مسألة مهمة جدا، لأنه أنا وهذه كلها يجب أستحضرها في تقديم الخبر، يكون فيه نص، يكون فيه فيديو، يكون فيه أخبار متعلقة، يكون فيه خرائط، هذه مسألة مهمة. يعني الآن إذا ما بتقدم فيديو في موقعك الناس ما بتجي، في ناس عايز تكتب، في بعض الزوار يكتفي بالفيديو فقط. فهذه تحديات كثيرة جدا بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في مجال صحافة الإنترنت، وهذا هو الآن المجال الآن الترندينج إذا نتكلم بلغة وسائل التواصل. يعني أي صحفي الآن يجب أن يكون عنده الخبرة كيف يشتغل على الأونلاين. يعني انا بتكلم تحديدا عن الزملاء في السودان، اللي في بعض الناس كثير، انا كنت قبل اسبوعين تقريبا في دوره، فكثير من الزملاء بيقول لك والله نحن عايزين نتعلم اساسيات
صحافة الإنترنت، لا نحن الآن لا نعرف نكتب إلا للبرنت، لا الآن متاح هذا كله، التعلم متاح، متاح في بشكل فردي، متاح بشكل دورات تدريبية. أيضا جامعاتنا محتاجة، بالذات كليات الإعلام محتاجة الآن يكون عندها مناهج تتناول الأونلاين جورناليزم بشكل أساسي، ذات ما يتعلق بالفيديو وما يتعلق بأساسيات الصحافة الرقمية. تقريبا هذا تقريبا معظم ما أو ما أستطيع أن أقوله على هذه في هذه العجالة فيما يتعلق بصحافة الإنترنت. إذا في أسئلة يعني أستطيع أن نجيب عنها نحن الآن أونلاين أو حتى بعد ما ننتهي أوفلاين. أنا عندي صفحتي في الفيسبوك، لو في أي من الزملاء استطيعوا وعايزين يسألوا أي أسئلة. في زميل سأل مرة إنه كيف أنا بكتب، لكن هل بروفيسور عبد الباسط مريود، أهلا فيه، أيوه نعم، من جامعة جدة، كان سأل عن إنه هو بيكتب مقالات يعني، نعم، فكيف يعني خدتها في إطار، وهل ده يعتبر صحافة إلكترونية وكذا؟ والله هو إذا كاتب مقال هو مقال يعني، في النهاية إذا توضع على الموقع ممكن يكون صحافة أونلاين في الحقيقة، لكن إذا هو بيسأل تحديدا عن أسس الكتابة وكذا، في موجودة، أنا عندي بعض المقالات كتبتها، عندنا مجلة اسمها مجلة الصحافة تابعة لمعهد الجزيرة للإعلام، وممكن أنا أحط روابطها على صفحة الباحثين، وممكن الناس تشوفها. أنا منفتح على التواصل مع من أراد يعني، وعادة نحن في الدورات كنا نقدم تمرين عملي، والتمرين العملي الآن أنا أيضا إذا حد عنده شيء مكتوب ممكن نحن فعلا نتناقش فيه يعني أيضا على الصفحة. طبعا دي والله دعوة كريمة جدا 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 منك، لأنه يعني أنت زول مدرب في معهد الجزيرة للإعلام، انه لو في واحد عنده مقال توريه انه كيف ممكن المقال ده يكون قابل للنشر، مش كده؟ نعم. طيب سؤال، الان اللي عملت لي مدونه، نعم، بلوج، نعم، وخطيت نشرت فيها الكلام بتاعي، ارائي ولا كده ولا متابعاتي ولا عملت اللي هو الصحافه الجماهيريه، كيف انا ده اقدر اكون يعني يعتمد عليه؟ يعني تجي قناه الجزيره، تجي اي موقع تاني، رويترز، ياخذوا مني انا الخبر الاساسي؟ والله شوف، اذا انت التزمت يعني، انت اول حاجه اذا سبقت فيه، انا زي ما قلت سيتيزن جورناليزم، هو 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 بيسموه الويسترن بلور، يعني ممكن يكون في مكان هو المصدر الوحيد. في سريلانكا لما كان في الحرب الاهليه، موضوع نمور التاميل، كان الناس او الصحفيين ما بيقدروا يوصلوا الى هذا الميدان وينقلوا، وهذا الكلام طبعا كان قبل الفيسبوك وقبل اليوتيوب وقبل التويتر، فكان هذاك الوقت كان ما يعرف بالمدونات اللي هو البلوكس، فكان كثير من الناس يعتمدوا على هذه المدونات باعتبارها هي المصدر الوحيد المتاح. في غزو العراق في 2003، وهذا كان أشهر مدون عراقي اسمه إسلام باكس، فإسلام باكس كان هو كان عنده مدونة وينقل فيها يوميات الحرب، وطبعا يمكن معظم أو بعض الصحفيين يعرفوا أنه في ذلك الوقت السلطات العراقية منعت كثير من وسائل الإعلام، بالذات وسائل الإعلام الغربية، أنها تكون موجودة، فكان معظم وسائل الإعلام الغربية اعتمدت على إسلام باكس في يومياته. فإذا كان عندك جديد وإذا كنت متفرد، ممكن المدونات فعلا المدونات ممكن تصبح مصدر للمعلومات، لكن هنا يجب أنك تكون دقيق، لأنه في النهاية هي مؤسسة الإعلام ما حتأخذ اللي أنت ناشره كشيء مسلم به، لا، حتعمل له يعني checking، وبالتالي كل ما كان الإنسان دقيق، كل ما كان متفرد، كل ما أتى بما لا يوجد في مكان آخر، كل ما زادت فرصة في أنه يعتمد عليه، في أنه تأخذ هذه الـ ويمكن في على المستوى الغربي، لو الناس تابعوا في الولايات المتحدة قبل سنين، كان في طائرة هبطت اضطراريا في نهر أحد الأنهار، هذه الصورة صورها واحد على وبثاها، وكل وسائل الإعلام الأمريكية اعتمدت عليها، هذا جانب. أيضا مقتل أسامة بن لادن
في باكستان، هذا الخبر اصلا قبل ان يبث على وسائل الاعلام الامريكيه الشهيره نيويورك تايمز ولا سي ان ان ولا فوكس نيوز، بث على تويتر واستمر يمكن على 20 دقيقة، وتناقلوا ملايين الناس تناقلوه قبل أن يبث على وسيلة إعلام. يعني قبل 20 دقيقة بث هذا على تويتر. 20 دقيقة دي حاجة كبيرة في عالم الإعلام. طبعا طبعا هذه سنوات. فظل 20 دقيقة إلى أن أتى في وسائل الإعلام. فأنت تستطيع أن تحقق السبق، بس زي ما قلنا إذا التزمت بشروط المصداقية، شروط الدقة، شروط الحياد. تمام. طيب بالنسبة لل للفيك نيوز، نعم، وده موضوع تريندينج، يعني هسه احنا حاليا عارفين انه المؤسس بتاع فيسبوك، نعم، زوكربيرج هيمثل قدام واحدة من اللجان بتاعت الكونغرس على اساس انه يدلي بشهادته في الموضوع بتاع كامبريدج أناليتكس، نعم، في تأثيرهم على الانتخابات الأمريكية داخليا. يعني الموضوع ده موضوع كبير جدا، خصوصا احنا في السودان مثلا عندنا مشكلة بتاعت كريديبيليتي، يعني ما في موثوقيه من المصادر بتاعت الاخبار، وعندنا حاجه معروفه جدا اللي هو مصطلح الجداد الالكتروني. وانا طبعا مش سالتك، قلت اعرف الجداد الالكتروني الموضوع ده جاي من وين. طلع انه في مجموعه كان اسمها كتيبه الجهاد الالكتروني، وكان هدفها الاساسي انها ترد على الاخبار والاشاعات والكده، وبرضه بتنتج حاجات ممكن تكون في صالح التوجه بتاع الدوله ولا كده، في اعقاب اللي هو الاتهام كان بتاع أو كامبو زي ده. فالناس استهتارا بالموضوع حرفوا كتيبة الجهاد الإلكتروني لكتيبة الجداد الإلكتروني، وبعد شوية شالت كتيبة دي برا وبقى في الجداد الإلكتروني، فبقى المصطلح الناس بيستخدمه الآن بصورة عادية، يعني إنه والله الجداد الإلكتروني مهمتهم الأساسية اللي هو نصف الإصداقية بتاع الزور. مثلا قلت يا أخوان والله في صف بتاع بنزين مثلا في بري، بس حاليا ما في بنزين، يقوم واحد طوالي يرد في التعليقات يقول يا أخي والله أنا هسي قاعد هناك ما في كلام فارغ زي ده، ولا يكون مثلا يا اخواننا في مظاهره في الحته الفلانيه، يقوم يجي زول يطلع له فيديو يقول يا اخواننا الناس دي كلها بعدين حتمشي ترقد في بيوتها وبتاع، وحيخلوك انتوا المساجين والبتاع وما في حاجه، يعني حاول يحبط من هي صحافه، نوع من الصحافه الجماهيريه مش كده؟ طيب لكن مضاده. طيب استخدمه هو شوف هو انا بتكلم عن الامكانيات وكذا، وسائل التواصل زي ما قلت بتتيح فرصة لكل من أراد أن ينشر يستطيع أن ينشر، ولكن أن موضوع المصداقية هذا طبعا زي ما قلت نحن يعني هو قد لا يتوفر للشخص العادي أنه يتأكد من مصداقية هذا، ولكن في أكثر من طريقة الناس تتأكد فيها. يعني أنت إذا شفت الخبر هنا تعال شوف، إذا قال لك والله واحد هذا الخبر زي ما قلت أنا قبل أنه والله هذا المقال كتبه زيد من الناس، أنا أجي أشوف صفحة هذا الرجل أو هذا المقال جابته الصحيفة الفلانية، أنا خلينا أتأكد. هذه زي ما قلت التحدي، إن وسائل التواصل قد تتيح لأي إنسان أن ينشر ما يريد، وأنت لا تحجر على أي واحد، يعني إذا كان حكومة أو إذا كان معارضة أو إذا كان شخص عادي أو كله يستطيع، هذا ميدان كل واحد يستطيع أن يوجد فيه. حشاش بلا شبكة. كويس. ولكن نحن نتكلم عن أساسيات المصداقية وأساسيات ما ذكرته أنت عن الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة، هذا طبعا الآن في الغرب بيتكلموا في مبحث مهم جدا يسموه بوست تروث، ما بعد الحقيقة، وهذا طلعت فيه كتب، أنا عندي هنا كتاب ممكن أراوي للناس يعني اللي بيقدروا، وأنا عملت له عرض ونشرته في صفحتي قبل أيام. هذا الكلام بيتكلم عن انتشار ما يعرف بسماه البلشيت او الهراء، يعني في هذا بسبب وسائل التواصل. هذه وسائل التواصل فيها جوانب جيده مضيئه، لكن هذا هو الجانب المظلم من وسائل التواصل، انه الناس تنشر اخبار كاذبه. انت بالمناسبه ضربت مثال عن السودان، انا يعني هذه فرصه اتكلم عن مثالين جميل نشروا قبل مدة في السودان. المثال الأول اللي هو وللأسف نشرته صحف ولم تتوثق، وللأسف هذه الأخبار ضربت. الخبر الأول عن نشرته صحيفة نشرته الزملاء
في صحيفة السوداني ولكن رجعوا احتزروا عنه. طبعا هذا فعل جيد، يعني فعل الاعتذار فعل مقبول وفعل حضاري، يعني إذا أنت نشرت خبر كاذب كصحيفة من حق الجماهير أنك تعتذر. لكن زي ما قالت الأغنية، من دائما الآن مع وسائل التواصل بيكون من بعد ما فات الأوان. كويس الاعتذار. السوداني نشرت، وأرجو أنا أيضا أكون صادق أيضا، إنه أحد المسؤولين وزع بيض من مزرعته على مجموعة من الصحفيين وأعطى كل واحد 15 دستة من هذا البيض. والخبر طلع إنه في النهاية طلع الخبر مش صحيح، زي ما قلت السودان اعتذرت ليه، لأنه طلع إنه الخبر مش صحيح. وتسرع الزميل ونشر، وتسرع المسؤول وأجاز، تسرع الصحفي وكتب، وتسرع المسؤول عن النشر وأجاز يعني دون التحقق. وطلع أن المعلومة هذه مش صحيحة، المسؤول هذا لم يوزع على صحفيين ولا وزع على مجموعة هي ليست صحفيين، ولم يوزع 15 طبق بيض. وأحد الناس تساءل يعني، ولكن هذا الخبر طبعا وجد طريقه إلى السوشيال ميديا إلى الواتساب وانتشر أمام الناس. وأحد الناس تساءل قال كيف يا جماعة 15 طبق بيض، كيف هو يكون، كيف الواحد قدر يوصلن لبيته، وطيب كيف قدر يخزنهم مع الكهرباء اللي بتقطع. يعني فعلا الناس الآن متشككين. لا فعلا جمهور متشكك، من حقه أن يتشكك ويتساءل. لكن الإشكال وين؟ أنا الإشكال أنت نشرت هذا الخبر ووجد نفسه لوسائل التواصل، وفي النهاية اتضح أن الخبر مش صحيح. الخبر الثاني نشرته صحيفة الصيحة، وهذا خبر عن السكر والنمل وكذا، يمكن كلكم تابعتوه. اتضح أنه الصحفي أنه هذه المعلومة كان رأي منه، أو على الأقل كان تفسير منه ولم يكن تصريح حقيقي. لكن الخبر أيضا وجد نفسه، وجد طريقه إلى وسائل التواصل كلها. يعني 450 شوال سكر ما أكل النمل؟ هذا تقريبا زي ما جات في يعني في الصحيفة نفسها أظن، أو عدد من الصحفيين، أنا ما متأكد في، لكن قيل أنه هذا يعني من ضمن الأقوال. المهم في هنالك تشكك، يعني في تشكك في هذه المعلومة، وبالتالي كان يفترض أنه يحصل يعني هذا خبر ضخم، كان يفترض أنه يتم فيه التحقق، يعني تتحقق أنت من هذه المعلومة، يعني تحقق منها قبل أن تنشر. لأنه إذا أنت نشرتها خلاص هذا طلقة طلعت الآن بالذات مع وسائل التواصل. فأنا ضربت مثالين، وهذا الكلام في موضوع المثالين يسري على أي خبر نحن بنأخذه من وسائل التواصل قبل أن ننشر يجب أن نتحقق. في مقولة أو قاعدة تقال في موضوع التثبت والتوثق، إنه لئن تسبق ألف مرة أفضل أو أخف وطأة من أن تعتذر مرة واحدة. يعني إذا الناس سبقوك ونشروا خلي الناس تسبق وتنشر، لكن الأفضل إنك تتريث وتنشر الحقيقة حتى لا تضطر إنك تعتذر مرة واحدة. لأن الاعتذار برغم إنه هو حق وجيد، لكن هو يدلل على إنك لم تتحقق، يدلل على إنك تسرعت. فنحن كصحفيين نفضل عدم التسرع ونفضل التأكد، يعني حتى لما ننشر نحن متوثقين، حتى لا نتجاوز. في النهاية نحن أيضا نحن زي ما كصحفيين نتكلم إنه من حق الصحافة أن تنشر، ومن حق الصحافة الحرة إن تكون حرة، أيضا من واجب الصحافة أن تتوثق وألا تتسرع في النشر. طيب بالنسبة لأخلاقيات المهنة، الإعلام يعتبر السلطة الرابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، مش كده؟ لكن بتلقى الإعلام موجه في كثير من الأحيان، يعني في دولة زي السودان مثلا معظم وسائل الإعلام محتكرة الحكومة، يعني رغم أنه عندنا هامش بتاع حرية أكبر بكثير جدا من دول تانية الواحد عاش فيها وشافها يعني. صحيح. فكيف
كيف الـ 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 الناس باستخدام الصحافة الإلكترونية الصحافة الجماهيرية ممكن يكونوا بيعادلوا أو يتفوقوا على وسائل الإعلام التقليدية من تلفزيون وإذاعة وصحافة يعني في السودان؟ هو الآن هذا واقع إذا كان في السودان أو غير السودان، يعني وإذا كان في الحرية كاملة أو كانت حرية محدودة، وسائل التواصل تتيح للآخرين أن ينشروا دون رقيب. يعني أنت ما عليك في الفيسبوك إلا تكتب وتنشر، لكن زي ما قلت إنه هذا يلقي مسؤولية عليك. يعني أنت الحرية أيضا لها شروط، يعني أو على الأقل لها واجبات إنك تأديها. أنشر حقيقة، أنشر ما هو صحيح، وإذا هذه يعني هذه ميزة تستطيع أن تنشر ما تريد، ولن تقيدك لا رقابة ولا حكومة ولا مجتمع عرف ولا، ولكن أنشر حقيقة، أنشر دقة، ولا تنشر، يعني إذا هذه الحرية لا تستغلها في أنك تنشر ما ليس بحقيقة. تمام. طيب يا أخواني، في أي سؤال مع الأستاذ عثمان كباشي؟ لو في أي سؤال ناخده قبل ما ننهي الويبينار، في سؤال لكم؟ التحية جميع الناس المتابعين سيمينار الباحثين السودانيين حول دورة الصحافة الإلكترونية، الصحافة على الإنترنت. طيب أرجع لك لحاجة لا علاقة بهنا. إحنا جريدة صحيفة التيار، مشكور الأخ عثمان مرغني والصحفي الشاب الرائع نور الدين جادات، خصصوا للباحثين السودانيين صفحة كل شهر تنشر فيها أخبار البحث العلمي والبحوث بصورة أكتر يعني عمقا. رأيك شنو أنت في الصحافة العلمية بصورة عامة، يعني من مشاهداتك، والصحافة العلمية في السودان تحديدا؟ هل في حاجة اسمها صحافة علمية ولا صحفي علمي أصلا في السودان مثلا؟ والله شوف، أنا أرجو لا أظلم الصحافة السودانية، يعني أنا للأسف أنا لا أتابع كل الصحف السودانية. الصحافة السودانية نشأت يعني صحافة حديثة 1903، يعني عمرها أكثر من 115 سنة. التجربة الصحفية السودانية تاريخها مليء بالإنجازات ومليء، حتى الوضع الحالي يعني في نحن عندنا صحفيين مميزين جدا، محجوب محمد صالح، فيصل، يعني حتى الشباب. أنا أنا فيصل شهادتي فيه مجروحة، فيصل زميل وزميل دراسة وصديق شخصي. أنا حضرته في واشنطن دي سي استلامه لجائزة حرية الصحافة، بيتر ماكلير. لا، هنالك أسماء كثيرة، يعني نحن بالتأكيد لن نحصرها فيما ذكرت، وعندهم إمكانيات وصحفيين جيدين وصحفيين جادين، والتجربة الصحفية في السودان تجربة مميزة. لكن هي مواجهة أو ظلت تواجه بكثير من التحديات، لكن على المستوى الفردي أنا أعتقد أن في صحفيين مميزين، وأنا يعني لن أذكر اسم كل الصحفيين زملاء وأصدقاء، يعني في كل الصحف أنا عندي أصدقاء وعندي زملاء. نعم. لكن أنا مش متابع بشكل جيد، بس أنا في تجارب ممتازة. أنا شفت تجربة عند الزملاء في أخبار اليوم، كان مرة كان بيعملوا صفحة خاصة بوسائل التواصل وبيجيبوا منها أخبار، وده شيء جيد وممتاز. لكن أنت بتكلم عن صحافة علمية، نعم في صحافة علمية الآن موجودة في إذا كان بالمطلق موجودة الصحافة العلمية والصحافة الطبية في السودان. في السودان كان في صفحات كثيرة متخصصة في الطب وكذا، ولكن أنا من هذا المنبر إنه أدعو فعلا إنه والله لازم نحن نعمل صفحات خاصة بوسائل التواصل، صفحات خاصة بالتكنولوجيا، بالعلوم والتكنولوجيا. يعني الناس الآن عايزة تتابع الأخبار، عايزة تقرأ عن الخصوصية. القضية اللي أنت أشرت لها، لقضية فيسبوك وموضوع الانتهاك خصوصية المستخدمين، مستخدمي فيسبوك وبيع المعلومات عبر شركة كامبريدج أناليتيكا، الشركة البريطانية اللي هي خلت الآن
مارك زوكربيرج مفروض كان يمثل في لجنة في مجلس العموم البريطاني عشان تتناول هذه القضية، وهو اعتذر وكلف واحد من الشركة. هذه كيف، طيب كيف نحن نحافظ على خصوصيتنا أنا كمستخدم؟ طيب أخبار الجوالات الجديدة، أخبار الآبات الجديدة، هذه كلها مسائل مهمة، وهذا النوع من الأخبار يجد إقبال كبير جدا. فلو واحدة من صحفنا تخصص يعني تخصص صفحة على الأقل أسبوعية، مشكورين جماعة التيار زي ما أنت ذكرت نعم. أنهم مخصصين صفحة للباحثين السودانيين، وهذا قطاع كبير جدا، قطاع الباحثين، هم مش الباحثين بس، الباحثين والطلاب وجمهور تاني نعم. فعلا أنت لما المجموعة بتاعتنا فيها أكثر من 350 ألف عضو يعني. هذا عدد كبير، تخيل أنت عندك 350 ألف، عندك منهم كم في السودان ممكن إيش الأغلبية من 60% من جمهورنا في السودان بالضبط ممكن يتابع هذه الصفحة إذا هي نشرت هذه المعلومات والبيانات. أيضا الناس اللي بيقدموا برامج في التلفزيون، وبالذات التلفزيونات الجديدة يعني اللي بتقدم مواد منوعات، مواد خفيفة، لو ركزوا على هذا الجانب، هذا جانب مهم، جانب جانب العلوم والتكنولوجيا. أعتقد في سودانية 24 في قناة مدرمان برضو في برنامج بيحاول يتناول، لكن قصدي الربط ما بين الحاجات اللي هي اليوزر جنريتد، الحاجات اللي بينشئها المحتوى اللي بينشئه الباحث ولا العالم، وربطه مع وسائل الإعلام. احنا قبل فترة كان تم تغطية مجموعة الباحثين السودانيين بواسطة الأستاذ الإعلامي حمدي صلاح الدين في برنامج جديد في تلفزيون السودان. هو برنامج كان فيه ووقف وتاني رجع تاني. برنامج بيجيب يعني المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي وبيقوم بيعرضها في التلفزيون. فدي الحته الربط ده. انا بتذكر في اول مؤتمر تيدكس 2011 في تيدكس خرطوم كان يستضيفنا الطيب علي فرح، وكان عنده برنامج اسمه جوم بوك. جوم بوك ده بياخد يعني حوار، الكلام ده 2011 لكن بعد ذاك وقف اختفى. فالمسألة بتاعت الأون أند أوف يعني الناس شغالة واقفة شغالة واقفة. أنا سؤالي كبير عن الصحافة العلمية في السودان، عن الاستمرارية بتاعت، هل عندها جدوى أصلا؟ هل هي مهمة؟ لا هي مهمة، مهمة مهمة كصحافة، مهمة كتمليك معلومة للناس، كتبسيط هذه المعلومة وتقديمها في الثوب الجيد. يعني أنت عندك في التلفزيون كان في البرنامج الدكتور عمر خالد نعم. الله يواليه بالصحة والعافية، الشفاء والعافية. في برنامج الدكتور مامون حميدة ليتر، هذه البرامج برامج مهمة جدا، برامج علمية يعني، وبرامج مهمة وتحظى بمتابعة صور كبيرة جدا ببرنامج الطب، البرامج الطب والصحة. نحن عندنا صفحة اسمها طب وصحة على الجزيرة نت، وهذه صفحة تحظى بمتابعة عالية يعني ربما تتفوق على الصفحات السياسية. ليه؟ لأنه هذا ما يهم الناس. فإذا استطاع محرر بشكل جيد وقدم هذا الشيء مطلوب ولن ينتهي ولو فائدة. يعني احنا ما بنقول لا الصفحات هذه ما لا لها فائدة كبيرة جدا. هذا جانب. انت تكلمت عن اليوزر جنريتد كونتنت. نعم. انت لو لاحظت بينا احنا تكلمنا عن مصادر الاخبار نعم. وقلنا انه وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت الان من اهم مصادر الاخبار. اليوزر جنريتد كونتنت او المحتوى المنتج من قبل المستخدمين، هذا تفسيره، هذا مهم جدا، وهذه ثروه ضخمه. لكن زي ما قلت يعني احنا لازم نخضعها لميزان. يعني اذا كان هذا المحتوى المنتج من قبل مستخدمي وسائل التواصل محتوى صادق، محتوى نزيه، وبالذات فيما يتعلق بالعلم، العلم هنا أنا لازم استشير الجهات العلمية. يعني معلومة طبية هذه مسألة حساسة جدا، يعني لما نجي نتكلم عن معلومات طبية لازم يكون أنا أستند إلى مرجعية بتكلم عن والله في علاج جديد للسرطان زي ما منتشر في كثير من وسائل التواصل. لازم هنا يكون في مرجع علمي، مرجع ثبت يؤكد انه هل هذا العلاج صحيح. يعني لازم انا كوسيله اعلام اذا صحيفه او اذا تلفزيون اتاكد تماما من انه هذه المعلومه صحيحه وانشرها.
هذا بينسحب على أي معلومة تجي من المستخدم، لازم تخضع، ليس شكا فيه. والشك هنا فضيلة، يعني مش شيء سيء، يعني الشك الموصل إلى اليقين أو الشك الموصل إلى الحقيقة مطلوب من الصحفي. الصحفي لازم يكون شكاك، مش بهدف الشك، وإنما يشك حتى يصل إلى المعلومة الصحيحة. تمام. طيب أنا ما شايف لي أي أسئلة، أنا عندي صراحة أسئلة وكلام كثير وبتاع، لكن زي ما أنت قبل تفضلت وذكرت إنه نحن ممكن نخصص يعني حلقة كاملة حول اللي هو الأخبار والموثوقية والتحقق منها، مش كده؟ نعم، ده اللي اقترحته. نعم، هذا التحقق الآن، التحقق من الأخبار، هذا توجه كبير جدا وجديد في دوائر الإعلام، دوائر الدراسات، في مؤسسات صحفية. يعني الآن تقريبا أي مؤسسة صحفية كبيرة عندها وحدة بسموها الفيريفيكيشن يونت، وحدة الرصد أو بسموها وحدة الرصد والتحقق، هي ترصد هذا المحتوى المنتج من قبل المستخدمين وتتحقق من دقته وصحته حتى أن تستفيد من إعادة إنتاجه في القصص الإخبارية. وطبعا هذا التحقق من الأخبار أو النيوز فيريفيكيشن أصبح أكثر إلحاحا في الفترة الأخيرة بعد ما هي بعد ما عرف أو ما يعرف بانتشار الفيك نيوز، الأخبار الزائفة، الميس انفورميشن، الديس انفورميشن، الأخبار المضللة، الأخبار الكاذبة، الأخبار الزائفة، هذه كلها الآن أصبحت منتشرة، وبالتالي أصبح التحقق منها مسألة مهمة جدا وتحدي كبير بيواجه وسائل الإعلام المحترفة في إنها يكون عندها تتحقق من هذه الأخبار. وزي ما بيقول الجماعة، ما تلفح وتشتل، يعني لا، لازم يتحقق قبل ما ننشر. تمام. الأخ الحبيب الأستاذ المدرب عثمان كباشي، والله يسعدنا جدا جدا باستضافتك، وإن شاء الله الحلقة الجاية تكون عن التحقق، عن الأخبار وكده، والناس تتعلم. وانت اديت دعوة يعني جميلة جدا، لأنه الناس لو في زول عنده كتابة وداري ينشرها، وده اكسرسايز كويس ممكن الناس تتدرب معك، وانت منفتح وبيستقبل الناس. شكرا لك، عضوا نشيطا في الباحثين السودانيين. وشكرا جزيلا يا دكتور، وأنا والله أكثر سعادة في أنك تكون معنا، وأكثر سعادة في أنه نوجه هذا الويبنار لأهلنا في السودان، وبالتحديد لشباب الصحفيين، لأنه هم اللي حيتولوا المسؤولية الكبيرة، وهم اللي حيتعاملوا الآن مع هذه التحديات اللي بتواجه الصحفيين في كل أنحاء العالم، ونحن في النهاية جزء من العالم، والشعب مرتبط أو الجمهور، في كثير الناس متصلين بالإنترنت، وبالذات جمهور الشباب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.